الاغلى والاصعب والالذ والاطعم في تاريخ النادي الاهلي والبطوله ال41. حفل امس وحفل تسليم الدرع، حفل فيه العديد من النقاط هنقف معاها بالصوره وهنعقب على كل صوره، لان مش هينفع ابدا نعدي الاحتفال ببطوله الدوري ال41 كاي دوري عام حصل في تاريخ النادي الاهلي. صحيح هو رقم واحد من ضمن 41، لكن زي ما قلت مش بس اغلى واصعب، كمان كاشف وبيؤكد فكرة أحقية النادي الأهلي بالأربعين بطولة بكل المعوقات اللي اتحطت في سبيل عرقلة، أو زي ما قال كابتن محمود الخطيب، إفشال النادي الأهلي عن تحقيق النجاح. النادي الأهلي في النهاية بإدارته، بجهازه الفني، بلاعبيه، بجماهيره اللي كان عندها ثقة كبيرة في النادي الأهلي، قدر يتخطى ده ويصل للنجاح. فارس، أعتقد مفيش أهم من كلمة كابتن محمود الخطيب نبدأ بيها كأول صورة من صور اللي احنا اخترناها من ضمن حفلة التكريم ال41 او تسليم الدرع ال41. بالظبط يا احمد، قلنا لازم نقف عند كلمة كابتن محمود الخطيب، ونقف عندها بفلسفتنا، بفلسفة الاهلي خط احمر. كابتن محمود الخطيب في كلمته في مفاتيح واشارات لازم نقف عندها. كابتن محمود الخطيب في بداية الكلمة قال: انا بحب اوجه كلمة النهاردة في حضور السيد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وممثل وزارة الشباب والرياضة وممثل الشركة الراعية. حسيتها يا أحمد إن أنا بحط كل واحد قدام مسؤولياته، دي مهمة جدا. وبدأ كابتن محمود الخطيب في استعراض الصعوبات اللي تعرض ليها النادي الأهلي، وهي فلسفة مش معتادة عند كابتن محمود الخطيب، ولكن كان بيدي إشارة إن إحنا لما بنستعرض صعوبات بيبقى الهدف مختلف تماما. أنا ما باخدش الصعوبات كمبررات لفشل أو إخفاق، أنا بقول إن رغم كل الصعوبات دي يا أحمد إحنا بنقدر نحقق النجاح. كابتن محمود الخطيب وقف عند جملة نحب نقف عندها، قال: اللي بيحاولوا إن أنت تفشل أكتر ما بيحاولوا إن هم ينجحوا. الجملة دي نصا اقتبسناها الحلقة اللي فاتت من الفيديو الخاص بكابتن محمود الخطيب. ويبدو كده يا أحمد وأنه السلوجان بتاع كابتن محمود الخطيب الشخصي إن هتفضل مركز في هدفك. بالتأكيد، وكمان الكابتن محمود الخطيب أشار لنقطة مهمة جدا وهي فكرة الرياضة. الرياضة هي منافسة. أشار إن احنا خلال السنة ونص أو السنتين فترة تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي، الأمر لم يعد كما كانت الرياضة منافسة، الأمر أصبح تطاول. وأكد الكابتن محمود الخطيب أن النادي الأهلي سيترفع، النادي الأهلي لن يتدنى وينزل للمكانة اللي يريدها البعض للنادي الأهلي، النادي الأهلي سيترفع. النادي الأهلي أكد، أو الكابتن محمود الخطيب أكد كمان، أن حق النادي الأهلي مش بنسيبه، لأننا عايزين تطبيق القانون، عاوزين تطبيق اللوائح، وهنسعى لده. وأكد أننا هنسعى لده، ده معناه أن بالفعل النادي الأهلي ماشي في سكته وطريقه اللي المفروض أي مؤسسة أو أي منتمي للرياضة المصرية يدعم موقف النادي الأهلي فيه، لأنه هو موقف إعلاء للرياضة، إعلاء للأخلاق، إعلاء للقيم والمبادئ، وإعلاء للقانون اللي المفروض ما فيش حد لا فوق القانون ولا حد فوق اللوائح. أعتقد جملة أو كلام، كلمة كانت شافية ووافية ورسالة معبرة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب فارس. بالظبط، هنجيب حقنا بما يليق بمكانة النادي الأهلي وأدبيات النادي الأهلي وفلسفة النادي الأهلي. ولكن كان فيه أحمد إشارات داخل الحفل وحاجات إحنا قلنا لازم نقف عندها بطابع